أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم. اليوم سنتحدث عن درس من دروس النحو، وهو الفعل الصحيح والفعل المعتل. هيا بنا نتعرف على الدرس. قبل ما أشرح درس الفعل الصحيح والفعل المعتل، لازم نفتكر مع بعض حروف العلة. إيه هي حروف العلة؟ حروف العلة هي حرف الألف والواو والياء، وسميت بهذا الاسم لأنها حروف ضعيفة. يعني إيه ضعيفة؟ يعني كثيرا ما تحذف. نبص مع بعض في المثال الجاي. تسعى مصر للسلام. تسعى، هنا الفعل تسعى فيه حرف علة. نعم، هناك حرف علة وهو الألف اللينة. طيب لو جينا عايزين نحذف حرف العلة، هنقول لم تسع تسعى مصر للحرب. طب أنا وديت فين الألف اللينة؟ أنا حذفت الألف اللينة وحطيت مكانها الفتحة اللي بتعود على الألف. طب في ملحوظة هامة جدا لازم نعرفها. إيه هي الملحوظة الهامة ديت؟ الملحوظة الهامة بتقولك إن إحنا عشان نعرف أصل الفعل أو إن الفعل فيه حرف علة ولا لأ، لازم أجيبه في زمن الماضي ويكون بيتكون من 3 أحرف. مثال يجد. يجد دوت فعل ماضي ولا فعل مضارع ولا أمر؟ يجد فعل مضارع. طب أنا عايزة أعرف الفعل دوت فيه حرف علة ولا ما فيهوش حرف علة، أجيبه في زمن الماضي، هنلاقيه وجد. فعل زي ضع، لما نيجي نجيبه في زمن الماضي هيبقى وضع. طيب الفعل وضع فيه حرف علة؟ اه، حرف العلة بتاعه اللي هو حرف الواو. يبقى إذن عشان أقدر أحكم على الفعل وأقول إن الفعل ده معتل ولا صحيح، لازم أجيبه في زمن الماضي. هنتعرف دلوقتي على الفعل الصحيح. إيه هو الفعل الصحيح؟ من اسمه صحيح، يبقى إذن حروفه الأصلية هتبقى خلت من حروف العلة. إيه هي حروف العلة؟ نفتكرها مع بعض، الألف والواو والياء. فعل زي يشرح، أنا عايزة أعرف الفعل ده صحيح ولا فعل معتل في حروفه حرف علة. نعمل ايه؟ هنجيبه في زمن الماضي، يشرح الفعل الماضي بتاعه شرحة شرحة، هنلاقي في حرف علة، لا يبقى اذا هو فعل صحيح مفيهوش اي حرف من حروف العلة. نيجي على فعل تاني زي يدق، نجيب الماضي بتاعه دق. ايه ده؟ دق يا ميس، ده الفعل دوت عبارة عن حرفين. لا، نركز شوية، هنلاقي نفسنا نطقنا حرف القاف مرتين، والقاف قدامك هيت عليها شدة، يبقى اذا الحروف بتاعته كام حرف؟ 3 أحرف. نشوف فعل زي يبدأ، نجيب الماضي بتاعه بدأ. برافو عليك. وفي حرف علة؟ الألف يا ميس حرف علة؟ لا طبعا، الألف هنا مش حرف علة، عليها همزة. إذن الفعل ده صحيح اللي هو بدأ، مفيهوش أي حرف من حروف العلة. بعد ما تعرفنا على الفعل الصحيح وقلنا إن الفعل الصحيح هو ما خلت حروفه الأصلية من حروف العلة، هناخد دلوقتي أنواع الفعل الصحيح. إيه هي أنواع الفعل الصحيح؟ الفعل الصحيح ليه 3 أنواع. أول نوع منه الفعل الصحيح المهموز. فعل صحيح مهموز، ما معنى كلمة مهموز من اسمه؟ مهموز هو ما كان أحد حروفه الأصلية همزة، يبقى لازم يجي حرف من حروفه الأصلية همزة. مثال فعل زي يأكل، نجيب الماضي بتاعه هنلاقيه أكل. إذا ده أوله همزة، إذن هو فعل صحيح مهموز. نشوف مثال تاني، يسأل، نجيب الماضي بتاعه سأل. برافو عليك. وفي الوسط حرف الهمزة، ينفع نقول عليها حرف علة؟ لا طبعا، عشان عليها همزة. نشوف يقرأ، نجيب الماضي قرأ. قرأ ده فعل صحيح مهموز. هناخد دلوقتي النوع التاني من الفعل الصحيح، وهو الفعل الصحيح المضاعف. يعني ايه فعل صحيح مضاعف؟ الفعل الصحيح المضاعف هو ما كان احد حروفه تضعيف، وهو نوعين. عندنا نوعين من التضعيف، يا اما مضاعف ثلاثي يا اما مضاعف رباعي. هناخد دلوقتي مع بعض المضاعف الثلاثي. يعني ايه مضاعف ثلاثي؟ هو ما كان الحرف الثاني والثالث من جنس واحد، يعني نفس الشكل، هو هو الحرف، زي الفعل اللي هنشوفه دلوقتي شدة. والفعل شدة هنلاحظ مع بعض ان الدال عليها تضعيف يعني مشددة. لو جينا فكينا هذا التضعيف هنلاقي شدة الدال مكررة اللي هي الحرف الثاني،
والثالث. نشوف مع بعض الفعل التاني عدى، والفعل عدى الدال مشددة، لو جينا فكينا التضعيف هنلاقيها التاني والتالت شبه بعض اللي هو حرف الدال. نشوف النوع التاني من الفعل الصحيح المضاعف، وهو المضاعف الرباعي. يعني ايه مضاعف رباعي؟ نركز مع بعض. هو ما كان الحرف الاول والثالث من جنس واحد والثاني والرابع من جنس واحد. يعني ايه الكلام ده؟ وده اسهل نوع. هتلاقوا ان الحرف الاول والثالث شبه بعض، زي زحزحة، زي زي، واحد وثلاثة. طب واثنين واربعة؟ حاء حاء. نشوف فعل تاني، الفعل وسوسة. برافو عليكم. الواو الواو، سين سين، أول تالت تاني رابع. آخر فعل معانا وهو الفعل زلزلة. برافو. إزاي في الأول والثالث والثاني والرابع حرف اللام؟ إذن يقال هذا تضعيف رباعي، هذا فعل صحيح مضاعف رباعي. هناخد آخر نوع من أنواع الفعل الصحيح، وهو الفعل الصحيح السالم. يعني إيه فعل صحيح سالم؟ هو ما خلت حروفه الأصلية من الهمزة والتضعيف، يعني لا في همزة ولا في تضعيف، فعل عادي خالص زي يشرب. عشان نحكم عليه الأول لازم نجيبه في فعل الماضي، هنلاقيه شرب، ده فعل صحيح سالم. نشوف الفعل التاني مع بعض، يكتب، نجيبه في زمن الماضي، كتب، فعل صحيح سالم. ليه سالم؟ لأنه خلت حروفه الأصلية من إيه وإيه؟ من الهمزة والتضعيف. زي ما أخدنا الفعل الصحيح، هناخد دلوقتي الفعل المعتل. يعني إيه فعل معتل؟ طبعا إحنا خدنا إن حروف العلة هي حرف الألف والواو والياء، يبقى هو ما كان أحد حروفه الأصلية حرف من حروف العلة اللي هي الألف والواو والياء. فعل زي يضع، نجيبه في زمن الماضي، وضع. فعل زي يضع وضع، هنلاقيه معتل بحرف الواو. نشوف فعل تاني، يقول، نجيب الماضي بتاعه. برافو عليكم سامعاكم، عشان نعرف اصل الفعل ونعرف اذا حروفه الاصليه فيها حرف عله ولا لا، هنبقى قال. في حرف عله؟ ايوه الالف. نشوف فعل تاني، يجري. يجري نجيب الفعل الماضي بتاعه، جرى. برافو عليكم، في حرف عله في الآخر اللي هي الألف اللينة. زي ما اتكلمنا عن أنواع الفعل الصحيح، هنتكلم دلوقتي عن أنواع الفعل المعتل. إيه هي أنواع الفعل المعتل؟ أول نوع عندنا هو الفعل المعتل المثال. يعني إيه معتل مثال؟ هو ما كان أول حروفه الأصلية حرف من حروف العلة. إيه هي حروف العلة؟ حروف العلة اللي هي الألف والواو والياء. نشوف أول فعل عندنا، يصلون. الفعل يصلون ده فعل مضارع، علشان نقدر نقول عليه فعل صحيح ولا معتل لازم نجيبه في زمن الماضي، هنلاقي إن الفعل وصل. طب وشلنا منه الواو والنون اللي هو الضمير، واو الجماعة. طب وصل هنا معتل؟ أيوه معتل بحرف الواو. الواو موجودة فين؟ في أول الفعل. إذن هذا فعل معتل مثال. نشوف الفعل التاني، الفعل يعد. لو جبناه في زمن الماضي هيبقى وعد. طب الفعل وعد في حرف من حروف العلة؟ ايوه فين حرف العلة؟ الواو في اول الفعل. اذا هذا فعل معتل مثال. الفعل التاني، يقف. يقف في زمن المضارع، نجيبه في زمن الماضي هيبقى وقف. نبص مع بعض على الفعل وقف، في زمن الماضي هنلاقيه معتل، وأول حرف هو حرف العلة الواو، إذن هو فعل معتل مثال. هناخد مع بعض النوع التاني من الفعل المعتل، وهو الفعل المعتل الأجوف. يعني إيه أجوف؟ هو ما كان وسط حروفه الأصلية حرف علة. إيه هي حروف العلة؟ نقعد نعدها تاني مع بعض، الألف والواو والياء. فعل زي ينام، مين نجيب الماضي بتاعه؟ نام. برافو عليكم، في زمن الماضي في حرف علة؟ أيوة يا ميس، في حرف علة اللي هو الألف. موجود في الأول؟ لأ، موجود في النص. يبقى إذن دوت فعل معتل أجوف. نشوف فعل تاني، يقولون. هنشيل الواو والنون أكيد ونجيبه في زمن الماضي، يبقى قال. طب ده معتل؟ أيوة معتل للألف. فين الألف؟ موجودة في الأول ولا في الآخر ولا في النص؟ في الوسط. برافو عليكم، يبقى إذن ده معتل أجوف. نشوف الفعل يصوم، نجيب الماضي بتاعه، الفعل صام. إذن ده معتل أجوف،
لأن في وسطه حرف من حروف العلة. النوع الثالث من أنواع الفعل المعتل هو الفعل المعتل الناقص. يعني إيه فعل معتل ناقص؟ هو ما كان آخر حروفه الأصلية حروفه الأصلية حرف علة، فآخر الفعل حرف من حروف العلة. يقضون، نجيب الماضي بتاعها، قاد آخره حرف علة، الألف اللينة أحسنتي بقى، إذن أدم آخره حرف علة هيبقى فعل معتل ناقص. نشوف الفعل التاني، يسعى، نجيب الماضي بتاعه، سعى آخره حرف علة، إذن هو معتل ناقص. نشوف الفعل يجري، جرى، ده إذن فعل معتل ناقص لأن آخره حرف من حروف العلة. بعد ما خلصنا الدرس خلينا مع بعض نقول ملحوظة مهمة جدا، إن الفعل المعتل ليه نوع تاني لازم نتعرف عليه. هناك نوع آخر من الفعل المعتل وهو لفيف مفروق، هو ما كان الحرف الأول والثالث معتلان. بمعنى إيه؟ فعل زي الفعل وعى. نبص هنا، الفعل وعى ده فعل في الماضي في زمن الماضي، طب حروف العلة فين؟ في الأول والثالث. إذن إذا كان الفعل معتل الأول والثالث والحرف الأولاني والثالث حرف معتل علة، إذن هقول عليه لفيف مفروق. طيب في نوع تاني اسمه لفيف مقرون. يعني ايه لفيف مقرون؟ هو ما كان الحرف التاني والتالت معتلين. يعني ايه؟ فعل زي الفعل روى. روى، نبص كده فين حروف العلة؟ التاني والتالت. يبقى اذا الفعل اللي لما يبقى فيه في زمن الماضي، لما اجيبه في زمن الماضي والاقي ان حروفه الاصلية فيها حرفين علة اللي هي بيبقى الحرف الثاني والثالث، إذا هقول عليه لفيف مقرون. نشوف مع بعض التدريب النحوي، ميز الفعل الصحيح وبين نوعه. خلينا نفتكر مع بعض إيه أنواع الفعل الصحيح وإيه هو الفعل الصحيح. الفعل الصحيح هو ما خلت حروفه الأصلية من حروف العلة، وليه أنواع؟ ليه 3 أنواع، صحيح سالم، صحيح مهموز، وصحيح مضاعف. المثال الأول، يفر اللص خائفا. طب فين الفعل يفر؟ نجيبه في زمن الماضي، في زمن الماضي هتبقى فر. برافو عليكم، يبقى إذن فعل صحيح مضاعف ثلاثي بيتكون من 3 حروف. نشوف المثال التاني، أدهشني العالم. نشوف مع بعض أدهشني، نجيبه في زمن الماضي، دهش. برافو عليكم، فعل صحيح سالم، لا فيه تضعيف ولا فيه همزة، يبقى إذن صحيح سالم. التدريب التاني بيقول ميز الفعل المعتل وبين نوعه. قف خاشعا في الصلاة، ده الفعل هنا في زمن الأمر، لازم أجيبه في زمن الماضي، قف هتبقى وقف. أحسنتم. طب وقف دوت في حرف علة في الأول، يبقى أقول إيه؟ هو الفعل المعتل الأول بنسميه معتل، معتل مثال. أحسنتم. نشوف المثال التاني، يخشى المؤمن ربه. نجيب الفعل في زمن الماضي اللي هو يخشى، نجيبه في زمن الماضي، خشى. برافو عليكم. طب دوت يبقى إذا فعل إيه؟ فعل معتل، معتل الآخر بسميه معتل إيه؟ معتل ناقص. أحسنتم. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس، والدرس كده خلص، وأتمنى لكم بإذن الله التفوق والنجاح.